السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى، أشكرك وأشكر الأخوة القائمين. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، هل أحاديث تكثير الطعام والشراب وحنان الجزء بلغت مبلغ التواتر يا شيخ؟ أما حنين الجزء متواتر، نعم، تكثير الطعام والشراب. تكثير الطعام والشراب يعني مشهور، لا أستطيع أن أقول إنه متواتر. نعم،